إذن المسألة أخطر من مسألة اقتصادية، أخطر من مسألة تعليمية. المسألة أصبحت أننا عندنا فوبيا العلم، عندنا نوع من أنواع الكراهية للتفكير النقدي المنظم. المسائل كلها على فكرة منفذة على بعضها زي ما بيقولوا. اللي انت حضرتك كنت بتناقشه من شوية ده مرتبط بده، مرتبط بإن مفيش تفكير نقدي عند الناس، مفيش جهاز مناعة ثقافي يخلي اللي ماسك الريموت كنترول يقول ايه النصب ده وايه الكلام التخريف ده. هو معقول دواء، انت عارف دواء الكركميد ده مكتوب بيعالج ايه يا استاذ عمرو؟ بيعالج الزهايمر والسرطان وبيخفض الكوليسترول. ده هو اللي بيقول ده انا بقرا لك كلامه. بيعالج العجز الجنسي، كل حاجه، بيعالج سن اليأس، بيعالج عسر الطمس. ده يعني تفوق على فايزر. يعني فايزر عامل حاجه لسن اليأس وحاجه للعجز الجنسي. بعد ما قريت الكلام ده انا بطالب بقى وزاره التعليم ومجلس الوزراء والحكومه ان احنا نوفر كليات الطب، نقفلها مصانع الادويه ونفتح كليه واحده اسمها كليه الكركمين. يعني الكليه دي الحقيقه هتخدم الناس وده عملها ارخص، يعني طبعا ارخص بكتير ان احنا نصرف على كل الدكاتره دي.